ولا يحب حايل المتحايلة، ولا يجي فوق المهم إلا الأهم، وشد من غب البحر هوايلة، والسالفة لا جبتها مقسم قسم، الجزل لا تشتك في جزايلة. الله الله أكبر. زلاتها للسن ما وراها إلا الندم. والله معن والحق ما أدري إيش قال فيها، قال قلب ولسان الرجل والباقي رسم، كنزين في ذا الخزنة المتشايلة، وإذا عجزت الطاول النجمات رم، الكل ضلعي يتعب الرقايلة. إلين جاء في الأخير في آخر نصف القصيدة قال شفنا وعفنا و أندريش قال وافتهم قلب اللقى في التجربة دلائل. الله أكبر. من قال أنا عارف وخلق الله بشم، بكرة تشوف العرب مثائلة، الكفولة في هاتفي اسمه رقم، واللاش مالي رقم في موبايلة، في موبايلة، وليفع عنا الطيب رفرف يا علم، هذه وقعاته وذي دلائل وذي دلائلها. من حرين لبل عدوان الغنم، سكينهم من كل حمر سائلانه، قالوا عليك امان الله ومد ام الشحم، عليك امان الله ان حزامك فالليال المايله. من حرين لبل عدوان الغنم، سكينهم من كل حمر سائله، احد لما طروه قالوا والنعم، واحد اللي قيل اسمه يفشل قايله، الكفو له في هاتفي اسمه رقم، واللاش مالي رقم في موبايله، لا صار مال الرجل ذوق ولا طعم، ولا يعرف الحايلة والشايلة، بهيمتي ينعد من جزل بهم، لو امطرت ما سيلت مسايله. قالوا اذا بلشت بعرف شخص ما فكم، شخص تعرفه عرف من زمايله. قصيد والله هذا شعر، هو اللي يقولها انا اقول هذا الحين، انا رجال اميز واعرف. هو يقولها في لقاء يا ولد يا ولد يا ولد، وقعدوا له قصيده خلف من هذار اللي عدوه، عدوا له قصيده له لا يوم يقول، شوف حتى على القوافي الصعب، يوم يقول ايه يا للنخيل اللي طلايعه طرحن، لحدني الصباح السوق يرخص تمرته، لأن الزمان يداحنا اللي مندحن. شوف البيت الأول هذا والله تفكير، لأن الزمان يداحنا اللي مندحن، ويضيع الطيار داخل قمرته، ويا الهاتف الجوال يبغى لك شحن، كما اتصلت ولا تجاوب نمرته، أصابعي من دق الأرقام استحن، شوف السحا يصبغ عليها حمرته، إن كان راسك فيه حب منطحن، فأنا الحصان اللي تعجبك طامرته، بالله عليك تدور لهذه لحن، القاع هذا نشعتني سمرته، يا كثرهم كثراه صدقان الصحن، ويقول لهم والوقت ينفخ جمرته، لذا يعيذ الرجل في بعض المحن عن اصدقائه وشلته في المرته. يا سلام. الله اكبر. كلمات يا ولد. يقول يا ربعي اللي في نباكم تعاجيب، تحملوني يا شقاي ومتاعي، اما فزعولي لا عوذ ذيب لذيب، ولا تركوني والسعد من ذراعي، انا مقدر في عيونه على جانب، ومن المحبة تحفظ اسمي الرباعي، وفي عيونكم لاني بودي ولا جيب، واني سبب ضيق الصدور الوساعي، لصار في مثلي جاب العذاريب، وإلا اشتدعون حميد المساعي، سبحانك اللهم يا عالم الغيب، يا رب لا تكتب علينا الضياعي. يا سلام. طيب عندي سؤال للجميع، هل القصيد الأول يعني هو بالأول الأول بس يعني القصيد الصفة الأولى ايه، ولا قصيد التالي اللي فيه فكره واختصار؟ القصيد التالي. وش الافضل اللي فيه يعني؟ انا ما اتفق، انا اقول القصيد الاول لعده اسباب. منهم الصف الاول عندك؟ عندي الصف الاول عبد الله بن عمر. حلو. عبد الله بن زويبن. حلو. عندك يا طويل العمر خلف من هذا، سعد بن جدلان، سفر الدغيلبي من تالي، لكن لا جميل جدا. هلا انت الحين انت الحين تبغى الصف الاول هذول الاربعه عندي انا. انت الحين حطيت صفر شايب، شايب مو مو شايب يعني تقريبا كذا ابطال هذا الاربعه، عبد الله بن زويد طول حياته، عبد الله بن عون، سعد بن جدان. طيب اللي الشعر اللي في الساحه الحين، فلاح القرقح، علي بن حمري، سفر الدغيلبي، وصل العطياني، حزمي، والله واجد، لكن خالد بعد ما في مشكلة، حامد بن سامحة، محمد بن ذيب، مدغم،
حمد السكران يا ود بقعد اعد لك طول اليوم بقولهم كلهم كنا استمع لهذول كلهم. طيب صالح النشيرة والله يا صالح انا اشوف الشعر الماضي عالمي صراحة بس اشوف انه بدا الشعر يتطور يعني فيه ابداع فيه ابداع نعم فيه ابداع ينافس الابداع اللي قبل نعم امر الله وافكار جديدة ويتطور قصيد فايز ايش رايك وش افضل القصيد الاول اللي ما هو باول بعيد ولا الحاضر الحين انا اللي اشوف انه الحاضر لان فيه ملامسة علم في القوى وفي في الوزن وفي العلم علم اللغة العربية وعندهم فكرة فكرها الحين وفكرة بعدين حنا يسولف علينا طبعا انا يسولف علينا نمشي. ها نمشي سولف احنا نمشي لا لان باقي تقريبا 10 دقائق انا ايش بيجونك قد افل حلوة رح اتجي ولان برنامج اكس تويتر اختصر اول ما جاء كان الظهر ما تقدر الا على البيتين صار الشاعر يعصر مخه الين يجيب بيتين وهي اللي اشهرت ترى الافكار فعلا يعني من اول تقول القصيده ويجيك البيت الاخير ولا البيت اللي قبل الاخير يعني فيه الفكره صار يحبك الفكره اللي انت بتجيبها تختصرها يعني مثل كلام مبارك بن رادعه لابن قروش وهم كلبهم ونعم لذا ولذا يوم يقول قال انا عندي 5 ابيات والرجال لا وصل العلم اللي يبيه ما عاد طول في القصيده تختصر يوم يقول استاذنا الحضار في 5 ابيات فيها من الابداع ذوق وفخامه اثقل من المشروع على طيب الذات واصدق من اللي ما يغير كلامه يا مرحبا يلي اللي اجت المهمات بين متش يقول مواقيفه وبين مقامه واختمها مني صلاه وتحيات ومتش يقول والله العظيم اني استوي لك كرامه هي ما هي والله العظيم لكن يقول والله العظيم ها